آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان العلماء أوضحوا معنى هذه الآية قول الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو اعلموا أن فيكم رسول الله. بعضهم يبينها على الله وبعضهم يبينها على الباطل وبعضهم يجمع بين ذلك كما قال محمد مولود للنور ظاهر وباطن للنور ظاهر وباطن. وعلى كل حال هذه الآية سواء بيناها على ظاهرها وعلى باطنها فحواها كافر. علموا أن فيكم رسول الله ومن قال لا إله إلا الله كما قال بعدها محمد رسول الله هذا معنا حين وقنا وقال في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال بعدها أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ومن قال في الشهادتين عند إسلامه أشهد أن لا إله إلا الله فلا يكفيه أن يقولها فقط فلا بد أن يقول معها وأشهد أن محمد رسول الله. ومن قال في تشهده في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله فليقول بعدها وأشهد أن محمد عبده ورسوله. إذن على أي حال لا يفصل بين الله ورسوله ونحن فينا الله دائما نقول لا إله إلا الله بعدها رسول الله ونحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله. وكتابنا عندما يقول الإنسان الحمد لله يقول بعدها والصلاة والسلام على رسول الله أينما كنا وحيهما كنا معنا رسول الله. لذلك نخاطبه بالصلاة التي هي القربة التي لا يجوز بها الكلام ولا يخاطب بها أي أحد إلا وبطلت مخاطبه خطاب الحضور. فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا كما أسلفته لكم في معنى التشهد أنه عندما يعظم رب العزة والجلال بجميع التعظيمات التي يستحقها ونحن قاصرون على الثناء عليه كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فبقدر استطاعة الإنسان من الثناء وهو لا يقدر على الثناء على الله سبحانه جل جلاله هذه التعظيمات كلها لما نأتي بها بالتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله وذلك نقول السلام عليك أيها النبي. وسبب ذلك أنه بذلك الوقت كما أسلفت لكم ماضيا وقد تكون مراجعة لأن العلماء قالوا هذا يقال يندب للمعلم الإعادة 3 مرات لما استفاد منه المعلم إلى أن يفهم مع التأني والتحري فعلما لأن المسائل المهمة ذكر العلماء أنه يندب تكررها 3 مرات مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم منبها على عظم شهادة المسلم على المسلم حيث شهد له بالخير أنتم شهداء الله بالأرض وكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال العلماء هناك الشيخ محمد حبيب الله بن ميابة في فتح المنعم على زاد المسلم يندب للمعلم الإعادة 3 مرات لما استفاد منه المعلم إلى أن يفهم مع التأني والتحري معه. المسألة تطبيقها صعب جدا فلو كررناها 3 مرات و4 مرات و5 مرات سبق الناس في عدم فهم لها لأن القلوب خصوصا في هذه الأيام صارت بعيدة جدا وصارت منفرة جدا من جناب النبي صلى الله عليه وسلم وصار عندما يتكلم الإنسان عن تقديره وتعظيمه يشوش عليه الآخرون أو الآخرون يعني بالفتح هي الأحسن الآخرون
بمتاهة لا علاقة لها بالشرك ولا علاقة لها بالله سبحانه وجل جلاله، وإنما لها علاقة بتكفير المسلمين وإبعادهم عن منهجهم الصحيح، المنهج المشرق الطيب الذي يدل على تعظيم الله تعالى وتوحيده سبحانه وجل جلاله. فقد قال ابن عبد البر يطلق عليه، وسأعود على المسألة، ابن عبد البر حافظ المشرق والمغرب على الإطلاق، لا تطلق حافظ المشرق والمغرب على الإطلاق إلا على ابن عبد البر. قال إن هذه الأشياء التي تدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وتقديسها كما كان السلف عليه من تقديس مثلا الشجر الذي جلس عنده والأماكن التي نام فيها ويعني وعرقه الشريف وإلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق به صلى الله عليه وسلم، قال إنها دليل التوحيد. قال ابن عبد البر هذا هو دليل التوحيد. قال ابن عبد البر وعقيدته كما يقول السلف سلفيا، لا بد أن تفهموا هذه النقطة. ابن عبد البر يعده من يحسب نفسه من السلفية، يعده سلفي. ابن عبد البر كما قال المواه في سنن المهتدين قال إن هذا من علامة التوحيد، تعظيم الآثار النبوية وتقديسها قال إن علامة التوحيد، قال إنها علامة التوحيد، اسمعوها من حافظ المشرق. إذن كل ما يدل ومن قواعد أبي الحسن الأشعري، وقد يكون بعض الناس عبد الله لا يحبه، ونحن براء ممن لا يحب، نحن نقول في عقد الأشعري أحب من أحب أو كره من كره، نقول في عقد الأشعري وفقه الأربعة وفي طريقة الجنيد النافعة، إن كنا نتكلم على جميع المعمورة الأرضية، وإن كنا في المغرب العربي أو غرب إفريقيا نقول في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السلفي، إن كنا عموميين نقول في عقد الأشعري وفقه الأربعة وفي طريقة الجنيد النافعة، كما قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي أعلاه الله أعلان الله وإياهم دائما، وهو فخر الإسلام على الإطلاق وخصوصا فخر شنقيطة، حيث يقول والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. وقد قال الإمام السبكي إن الأربعة المعتبر ممن يتبع مذاهبهم ومن المجمع عليهم أنهم أشاعرة كلهم، أنهم أشاعرة، قال إنهم في العقيدة أشاعرة وماتريدية، وقال إن التفريق بين الماتريدية والأشعرية تفريق لا محل له، لذلك قال هو بنفسه السفي، قال الأحناف كلهم أشاعرة، مبينا أن الجميع واحد، مبين أن الماتريدية وهم الأحناف أشاعرة، لأن إنما ذلك مما وراء البحرين وهم الماتريدية، وهؤلاء مما وراء مما دونهما وهم غالب الأمة الإسلامية أشاعرة، وإلا فقد تطلق على الماتريدية أشاعرة وقد تطلق على الأشاعرة الماتريدية، ولذلك الأحسن تعبير الطحاوي وهو من القرن الثاني وهو معاصر لهما عقيدة أهل السنة والجماعة، ذاك هو الأحسن التعبير. على كل حال هذه التعظيمات النبي صلى الله عليه وسلم نعيدها مرات، وهذه التقديسات قاصرة عن حقه صلى الله عليه وسلم، قاصرة وأصحابها مقصرون، ولذلك قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في كتابه نور الأقاح بيض الفتاح على نور الأقاح، وهو كتابه في البلاغة والبديع والبيان، كتاب يشتمل على 800 بيت تقريبا، وشرحه شرح ممتاز، قال إن الأقدمين لم يشتغلوا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم اعترافا منهم بالعجز عن ذلك، وقالوا إن الشعر لا بد فيه من مبالغات واستعارات خارجة عن المعقولات، وهذه مستحيلة حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقصروا في ذلك تأدبا معه صلى الله عليه وسلم، إلا ما قل من الصحابة وندر من سابقها السلف. وأما المتأخرون فلما رأوا من ضعف الهمم، وكأنهم مكاشفون بحالنا، كأنهم أولياء بحالنا، قد نسبهم أنهم أولياء، فلما ما رأوا من قصور الهمم جعلوه أمرا واجبا، كقاضي عياض وسيدي أحمد زرو وغيرهم من فحول الأمة، قالوا أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وإلى ذلك أشار العلامة ابن خديم بقوله في بغية الرائد من رياضي علم سقطها من رياضي سحب، علم سقطها السحب من عياضي، أن الثناء على النبي فرض حتم لم يكن الإيمان بدونه. قال إن الشعر أو النثر بمدح النبي صلى الله عليه وسلم واجب لا يكون الإيمان به،
كما أنه لا يكمل الإيمان إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم بشدة محبته، أما أصل محبته هي ركن من الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وما قال ابن الخديم حفظه الله تعالى ورعاه: إن هذه المدائح دليل الحب، والدليل مقدم على المدلول، فبدون الدليل المدلول لا ينجح. أقول إن المدلول لا ينجح بدون دليل. ولذلك الله تعالى قال: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن لم يأتي ببرهان هذا يعني كلام باطل لا فائدة فيه. مدحو النبي دليل الحب مغضه مضل الفؤاد بما يخفي من أحقاد، وليس من خاله سدى يلذ له تعمير وقت بأحزاب وأوراد، ولا لأحوال أهل الذكر مغتبط، ولا لروضته الغناب مغتاد. فعظموه وشدوا في توسلكم سيرا بسيرة آباء وأجداد. إن التوسل بالهادي من أنكره قال الوزان زواعا ملتنا. إذا من الدين باد بالضرورة ما إن هو يخفى على المصري والباد. واسمعوا قول الوزاني، هذا ليس موريتانيا، انتم عندكم نفره شديده من قول مختار بن مونة او سيدي عبد الله بن حاج ابراهيم او اجلامكم، ولكن هذا جور وظلم. فهذا الوزاني ايضا هو عالم مغربي في ذلك الوقت كان لا يضاهي الا عالم الازهر الذي هو في قمه في ذلك الوقت الازهر وقمه العلم. كان اذا ذكر الوزاني كما قال المؤرخون ينكر معه رئيس العلماء في الازهر هو مساو له. قال ان وسيله بالنبي صلى الله عليه وسلم من انكرها انه مالا خرج عن ملتها، مالا زوى عن ملتها. نرجع الى هذه المعيه او هذه المعيه او الظرفيه، علموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم اياه. النبي صلى الله عليه وسلم معنا حينما كنا، ولا ادل من الحديث الاحاديث الكثيره التي تدل على ذلك، من التشهد ومنها قرانه باسم الجلالة دائما كل ما يقال الله تعالى ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. فأي غرفية فوق هذا؟ ما هي خالد؟ أي غرفية فوق هذا؟ أبيات محضر التشهد. أبيات محضر التشهد. نعم سنأتي بها، أحسنت. فهي مهمة جدا. علموا أن فيكم رسول الله هذه أهم. ولذلك قال صاحب المدخل هو أضيق العلماء بشأن البدع. ولذلك عندما نظر إليه ابن حجر العسقلاني قال أنه متشدد، ذكر فيه بعض الأمور أو قال ما معنى، قال بعض الأمور فيها ضيق لشدة تضييق بالبدع. قال: من لم تقدر له زيارة صلى الله عليه وسلم بالحس فليقدره أمامه وليزره حيث ما كان فليقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقدره أمامه. وكذلك ذكرها سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في روضة النسرين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فليشخص أمامه. وهذا مفروض منه، وصاحب دلائل الخيرات ومن لا يحصون كثرة. هذا يعلم أن فيكم رسول الله. لابد أن نفهم كلام العلماء، هو كلام من هو مثلي بدون نقل كلام العلماء هذا تضيع الوقت. أنا إذا قلت لكم كلام المراد الحاج وكفى به بدون نقل كلام العلماء أقول هذا تضييع وقت، أقول له تعالى تنحى عنا، هذا تضييع وقت. كلام من بعد الإمام السيوطي بدون نقل العلماء لا فائدة به، هذا يقال له تضييع وقت. أنا أنصحكم بإذا سمعتم من هو مهري يتكلم بدون سرد كلام العلماء وطرحه على الأدلة الشرعية، أنا أنصحكم جميعا أن تجعلوا أصابعكم في آذان، هذا نصيحتكم، ولن تقبلوها. أنا أعلم أنكم لن تقبلوها، ولكن أعلموا أنكم إذا لم تقبلوها سيجعلكم هؤلاء الدعاة في حفرة من النار. الله أكبر. حقا سيجعلكم هؤلاء الدعاة في حفرة من النار، وقد جعلوا أكثركم 99 وبقي 1%. إذا لم يجعلوا هاي 1% في النار فلم يطم لهم عيش، لم يطم لهم عيش. 99 ذهبت معهم، بقي واحد إذا لم يدخلوه معهم في هذه الحفرة نازل لم يطم له عيش. وعالم الوقت إذا هو استدل بالذكر والحديث ضله، وعالم الوقت كما قال العلماء وكما قال السيد عبد الله بن حجر في مراقي السلوك: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النصر. وأين المجتهد؟ هو الإمام السيوطي عاجز أن يرجح كلمة من مثل الشافعي، والإمام سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم
وهو قريب من معاصري عاجز عن ترجيح مسألة واحدة من مذهب مالك، والدسوغي عاجز عن ذلك، والحطاب عاجز عن ذلك، وابن عرفة عاجز عن ذلك. هؤلاء علماء الأمة الفحول الذين تلقتهم الأمة بالقبول وقدمتهم عاجزون عن ترجيح مسألة واحدة من مذاهبهم، فكيف يقول من هو المهدي ومن هو قارن؟ الآن قرأ الأصول وقرأ الفروع وقرأ التفسير، يأتينا واحد الآن ويقول أنه متمكن بتفسير كتاب الله تعالى، يقول له نعرف أين أصبح وأين أمسى والخفاء والرحمة. فقل له نعرف أين أصبح وأين أمسى والخفاء. أقول له إذا أردت أن تتطاول على سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم فأنا أرجو الله تعالى أن يزيلك من العالم الإسلامي. حدثني شيخي حدمي حدثه أبو شيخنا السالك بن فحفو، حدثه ذلك مرابط بن أحمد زيدان، قال أنا بنفسي لا أبلغ شراك النعل لسيدي عبد الله بن حاج، وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم لا يبلغ شراك النعل للمجتهد. سمعتم؟ السند هذا قال أنا بنفسي المرابط بن أحمد زيدان شارح مراق السعود وشارح خليل وشارح وشارح وشارح، وحيث أطلقت المرابط في أيامه لا تطلق على غيره، قال أنا لا أبلغ شراك النعل لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم لا يبلغ شراك النعل للمجتهد. وطبعا فعلها سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم، لم يوجد منه ترجيح لمسألة ضعيفة من المذهب غير مسألة ثبوت الرضاع بالمرأة الواحدة، هو الذي أشار إليه بنوازله ناظما ذلك العلامة محمد العاق بن ميابة، أو يثبت الرضاع أقول امرأتي واحدة شاع قبل خطبتي، ورده العلماء عليه وقالوا هذا غير صحيح، وبقي سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم قوله غير صحيح. فما بال من هو؟ ما بال هذه الغربلة التي تأتون بها؟ غربلوا الفقه وغربلوا العلوم والفكر الجديد، يعني الأمة الإسلامية غربلة ما لا، ومن هو المغربل؟ غربلة؟ من هو المغرب؟ من هو الصياصي؟ من هو الغربال؟ من هو الغربال؟ ومن هو المغربل؟ ما هو الغربال؟ إلا هذا من الكذب إلا كما يمسك الماء الغرابي. أي كلام الأمة الإسلامية تتلقاه بالقبول، ويقول أبو الحسن كما أسلفنا، يقول أبو الحسن الأشعري ونسيتها، يقول أبو الحسن الأشعري كل ما جاء من الأقوال التي اختلفت فيها العلماء وجاء أحدها يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من المرجحات. المهم واعلموا أن فيكم رسول الله يا مسلمون، ما دمتم تعتقدون أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحسون وحس المعية فأنتم منصورون وأنتم مقبولون وأنتم محبون وأنتم واحد الآن. أنا أقول لكم ما فيكم واحد الآن يكون يشتهي امرأة جميلة شابة إلا وبات يحلم بها هذه معه وليست معه في قلبه تجري، هذه معه وليست معه. أخبرونا معه، لو قال أحدكم أنها معه يقول نعم ما شاء الله، يقول له الآخر أحسنت ما شاء الله، أحسنت العشرة مع الزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة مع الزوجة، أنتم لستم حسن العشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم بلداء. النبي صلى الله عليه وسلم حاشا ما كان على المن، لم يخطر بقلبه امرأة ولا رجل ولا أي أحد، غني بمولاه عن الناس كله، وكان زواجه ليس لشهوة. حتى لعائشة التي تتبجحون وتقولون أحيانا تسبون أنه ظلمها أنه تزوجها عمرها 7 سنين، وأحيانا تقولنا حبيبته، نحن لا ندري ما معناها، أحيانا مظلومة وأحيانا حبيبة، لا ندري هذه الحبيبة المظلومة أول الأمر مظلومة بعد ذلك مقدمة على الزوجات الأخرى، هذا كذب، لأنه صلى الله عليه وسلم واجب عليه العدل، وحاشاه من أن يظلم أي زوجته، مع أن الأنبياء كلهم ما عندهم شهوة في الجماع ولا في الزوجات مطلقا، كما قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في أصول العلوم، والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائزين أصلا، بل ذاك للتشريع ونية الزلفاء من الله. إذا واعلموا ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، وما دمتم على هذا المهج وهذا المنهج
وهذا السير فأنتم منصورون وأنتم مقبولون. فإن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ماذا كان؟ كان يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم معه حيث ما يسير، ولذلك أشار في عمود النسب بشعرات للنبي غلب روما وفارس وساس العرب. فقد شعرات اجمع يا ابو غاده، هو عندما يجعل شعرات على قوسوته يحسنها. اي شعرات من حبيبنا الله نور؟ هذه الشعرات من شعرات الرسول بماذا غلب؟ ماذا غلب بها الدول العظمى في ذلك الوقت؟ كما تقولتم ما تقولتم الان في ذلك الوقت الدول العظمى روما الروم وفارس وقاد العرب ساس العرب على بشعرات للنبي غلبا روما وفارس وساس العرب. ولذلك في معركة اليرموك ماذا وقع من خالد بن الوليد؟ عندما سقطت القلوسوة منه كاد يموت عليها، خاطر على نفسه كاد يموت، كادت تتلاطم فوق السيوف ويموت تلتحمه الكفار. فقالوا يا خالد يا سيف الله وسيف رسول الله لماذا نراك هنا ستموت؟ قال هذه قلسوته هي شعرات مشعرات. سكت وخلاص، كان هذا إلجاما له. هذه معية وليست معية، أصلا معية كبيرة. لا بد أن نقرأ التاريخ، وبعده فالتاريخ هو الأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، حيث أتى القوم وكيف صاروا، يملي على الحاضر أمر الغائب، فيثبت الحكم بسهم الصائب، ويمر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل. آخر الأبيات وأهم شيء يترك الجهل لأهل الجهل، هذا الجهل حقيقة. إذن واعلموا أن في رسول الله المعية كاملة بالتذكير وبالمخاطبة في الصلاة وبالإقرار مع الله سبحانه جل جلاله، حيث يقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرى كلما ذكرت معي. أنتم معكم الله وليس معكم الحمد لله معنا الله ورسوله، وهو معكم أينما كنت، والله ورسوله أحق أن يطلبوا إن كان الحاضر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل، ما هو حديث تعليمكم دينكم؟ حديث مسلم، هذا جبريل أتاكم دينكم يعلمكم دينكم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتدرون من السائل؟ قالوا ماذا قال له؟ قالوا والله ورسوله أعلم. ما قالوا له الله أعلم؟ قالوا له الله ورسوله أعلم. لما جاءتهم معي الرسول ما هم هذيش الله ورسوله اعلم اللي والله ينزل عليه الخبر، والله ورسوله حق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. اطيعوا الله واطيعوا رسوله، واعلموا انكم معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحميكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصركم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث ما كنتم. ولذلك المحبون العلماء العارفون ينادونهم من مشارق الارض استحضارا مستدلين بالحديث الصحيح السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. والبصيري ما زاد على التشهد يا خير من يمم العافون ساحته سعير وفوق موتون الأين قرصين. ما هو الفرق بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم معلم لنا في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله؟ ما هو الفرق بينهما؟ إن كان هذا كبرى فمعناها أن الحديث التشهد كبر بقى. السلام عليك هذا أكثر حضور، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ويقال فقط يا خير يا أكرم الخلق، معناها هؤلاء معتقدون حضور النبي صلى الله عليه وسلم معهم ومعيته لهم وأنه معهم وأنه فيهم، يخاطبونه خطاب الحضور مستدلين بالأحاديث الواضحة وبعمل الأمة الإسلامية. حمد باب أوضح المسألة وقد قلتها لكم ماضية إيضاحا جيدا، قال إن ملوك الأرض كانت لها رعاية وتحييهم هذه الرعاية بأنواع التحيات، فلملوك أرضنا رعاية تحايا كانت تحييهم بها الرعاية. فملك العربي يدعى فالملك العربي ماذا يدعى به؟ أنعم صباحا وأبيت النعم. فملك العربي يكنى أنعم صباحا، أنعم الله صباحك أو أبيت النعم. الفرس ماذا يفعلون؟ الفرس يضعون اليد على الأرض ثم يقبلونها. والنوبي تقريبا النوبي يضع يديه على صدره، والحبشي تقريبا يضع يديه على خديه، والناس قامت عليها القيام أمام الملوك.
لكن الله سبحانه جل جلاله صرف هذه التعظيمات كلها التي لا تناسب المخلوق. ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا هذا، يفعل ذلك ويعلمه التحيات لله، التحيات جميع التعظيمات لله سبحانه جل جلاله، والمستحق لها وهو والواجب الوجود، الواجب التعظيم خصص الله. لم يقل التعظيمات وكذلك مخلوقه، لا، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، هذه كل الأعمال الصالحة إلى غيره. ثم بعد ما أفردنا الله تعالى بالتعظيمات واستفتحنا باب الملكوت بتعظيم الله تعالى، لأن الطلب بالتعظيم أولى من الطلب بالسؤال، فالكريم أولى أن تعظمه من أن تقول له أعطني. لذلك لا نجد أدعية الكرب غالبا إلا بالإجلال والتعظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى غير ذلك. دائما تعظيمات وتواضع وانكسار فقط. وفي ذلك يقول الشاعر: أذكر حاجتي أمية بن الصلب يمدح عبد الله بن جدعان، يقول: أذكر حاجتي أن قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما، كفاه من تعرضه الثناء. إذا قال إذا مدحت الكريم خلاص نفضت جيبه، ما تركت به. النبي صلى الله عليه وسلم لما مدحه المادحون كعب بن زهير رماه ببردته، يعني البصيري مدحه رماه ببردته نوما فأصبح شبيه كأنما نشط من عقاء. يعني هذا هو الكرة، ما لا يحتاجون إلى أعطيني وافعل لي، المدح فقط أو عرض الحاجة أمامه، يكفيهم أن يروك بحاجة بفضل أن تمدحهم. المهم عظم الله تعالى واستفتح باب الملوك، هذا كل النتيجة منه ترجع إلينا. فالله تعالى لا يحتاج تعظيمنا وهو مستحق للتعظيم ولو لم يحسن عنه، إنما استفتح باب الملكوت. وبعدما استفتح باب الملكوت بهذه التعظيمات العجيبة جدا، التحيات لله، الزاكيات لله، استفتح باب الملكوت وانفتح باب الملكوت، باب الغيبيات، باب العطايا. العارفون يأخذون الزهد والورع ويتنم، وأهل الدنيا يأخذون هذه الأوساق، ومن يريد من يريد كل على مقاصدها، كل من قوم أقامهم لخدمته وقوم أقامهم لمحبته، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك، أخذ كل ما يريد. استفتح يعني عفوا، استفتح باب الملكوت فتهيأ الناس للدخول، فإذا هو الدخول ممنوع، ممنوع تماما بتا جازما. بعدما استفتح باب الملكوت وحيي الحي الذي ليس يموت، ظهر سد، ظهر عند الباب سيد البشر سادا له، ظهر عند الباب سيد البشر واسطة الخير الذي قد انتشر. معنى الباب سد، هذا نفع الباب سد، هذا باب الملكوت فتح ولكن سد، ظهر عند الباب هكذا سيد البشر سادا له واسطة الخير الذي قد انتشر، فكان عند الباب ذا خطابي مخاطبا بمضبر الخطاب، فقال جميع المصلين بعد تنزيههم لله تعالى وتعظيم له واستفتاح الباب: السلام عليك أيها البواب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فتح. ثم بعد ذلك طلب الأخ السلام علينا، عندما حيينا البواب سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، استحقنا أن ندعو لأنفسنا ولغيرنا لأن الباب فتح. سلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد الكريم على السلام، أنتم تقولون لا تزيد الكريم على السلام، هذا السلام عليك أيها النبي، أنما سلمنا عليه وهو كريم ولا زال على السلام، عرف حاجتنا فتح الباب. ولا السلام علينا، الأمان علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا كله توحيد، جاء التوحيد بعد هذا. لو كان هذا إشتراكا كيف يأتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ لماذا لا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا الله؟ هذا كفر صريح، معناها هذا الشيء واضح جدا. قال العلماء لماذا يقول
السلام عليك أيها النبي، ولم يقل السلام عليك أيها الرسول. والرسالة الرسول أعظم مقاما من النبي، قالوا لأنه في ذلك الوقت يقال رسول كسرى ورسول قيصر ورسول النجاشي ورسول كذا ورسول، فلو قلنا السلام عليك أيها الرسول فهم أن العوام هذا رسول قيصر أو رسول كسرى، ولكن لا يوجد نبي، لا يوجد واحد من هذه الملوك يقال له نبي فلان. قيل السلام عليك أيها النبي، وبالنبي ها هنا قد نودي ليس في رسل الملوك أنبياء، فاختير في هذا المقام وصفه عن شوب ذلك العموم يصف. ونقول كما قال الشيخ هنا المرابط الحاج رحمه الله تعالى، ونحن سائرون للأسف في أبداننا ولكن قلوبنا باقية، ونرجو الله تعالى أن يعيدنا إلى هذه البلاد أعواما بعد أعوام، وأن يجمعنا في محبة صلى الله عليه وسلم والتبعين لسنة صلى الله عليه وسلم. وطيبة كلما نفسي تذكرها أذل الدموع ويرمى القلب بالشرار، وكيف لا وهي دار طالما سكنت ذات الحبيب بها وظهره الغرار. من حل ذروة أعلى المجد أجمعه منتخبا من بني عدنان مع مضري، ومن براحته عيون انفجرت وحن شوقا له جذع من الشجر، الى ان قال مدحته ارتجي عفوا وعافيه والفوز عند اللقاء بالحسن والنظر، وان يوفقنا المولى لطاعته وان يمتعنا بقوه النظر، 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 وان يمتعنا بقوه اليقين، وان يمتعنا بقوه المحبه، وان يمتعنا بقوه الاتباع، وان يمتعنا بقوه الاتباع، وان يمتعنا بقوه الاتباع من جاه الرحمه المجاه للكون كله، هو الستر يوي كل ضاح لظله، مقيم عماد الدين حافظ اصله، حبيب اله العرش خاتم رسله، ولا شيء بعد الشوف اهدى من نصره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وعلى ال محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ضالا الا هديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عزبا الا زوجته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا جاهلا الا علمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا غالما الا مقدته، ولا غالما الا مقدته، ولا غالما الا مقدته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا زائغا الا قومته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا بنصرحنا ما قضيت يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل باطل وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وامتنا 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 على السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، بجاه نبيك عليه الصلاه والسلام وبالبيت الحرام وبالمشعر الحرام، نسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تستجيب لنا دعوتنا وان تعطينا رغبتنا وان تغنينا عمن اغنيته وعنا من فضلك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو بصمته منا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي بها منقلبنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا ارحم الراحمين، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا. اللهم من ارادنا بسوء واراد المسلمين بسوء واراد المدينه بسوء فعجل عليه الوعيد يا رب العالمين. اللهم اهدنا بمن هديت، اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا وكلا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من والد ولا يعز من عاديت، تبارك وتعالى. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم يا بارك الله، تقبل الله منا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.